أوكي تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. سنستكمل اليوم إن شاء الله المراجعة التي بدأنا فيها من خلال استخراج قضايا مرت معنا في الصف التاسع تتعلق بالإعراب، ومن خلال الاستخراج وتحليل بعض قضايا سواء بالإسناد أو سواء بالتوابع أو قضايا إعرابية نستذكرها مرت معنا وستستمر أو سنعيد ونناقشها في الصف العاشر إن شاء الله. آخر شيء راجعناه أمس كان يا تاسع، كان وأخواتها تقدم الخبر وجوبا، توقفنا عند قوله تعالى وكان له ثمر، واتفقنا تقدم الخبر وجوبا لأنه كان الاسم نكرة والخبر شبه جملة. راجعنا أمس الواو الحالية وواو العطف، واتفقنا واو الحالية يأتي بعدها جملة، الجملة في محل نصب حال سواء كانت جملة فعلية أو اسمية، وتوقفنا عند أكثر وأعز. اتفقنا أكثر وأعز كل منهما اسم تفضيل وجاء بعده اسم نكرة. أعربنا هذا الاسم كما هو واضح أمامك بلون مختلف الأزرق بأننا قمنا بإعرابه تمييز. في أي سؤال يا تاسع يتعلق بحصة أمس؟ أي سؤال كي أبدأ أو أستمر في المراجعة؟ طيب الآن انتبه يا تاسع، قال تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. انتبه للآية فيها أيضا قضايا مرت معنا في الصف الثامن وفي الصف التاسع. طيب ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، انتبه لي لجملة وهو ظالم، انتبه لها يا تاسع. ما نوع الواو بقوله تعالى وهو ظالم؟ يلا تاسع الآن سأساعدك وأقول لك كيف دخل جنته فأنت تجيب وهو ظالم لنفسه. من استطاع أن يصل إلى نوع هذه الواو؟ مس حال. أحسنت، شكرا يا علي، هي واو الحالية لأنه كان الجملة لما بعد هذه الواو كانت جواب عن السؤال كيف. طيب الآن إعراب هذه الواو يا تاسع، واو حالية فقط، هو ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. الآن خبر هو ظالم، ظالم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة أو تنوين الضم كلاهما صحيح. الآن الجملة الإسمية وهو ظالم في محل نصب حال، هل من سؤال عن هذا الجزء يا تاسع؟ ممتاز. طيب قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. الآن ما نوع ما؟ ما نوع ما؟ يا تاسع من منكم يعرف نوع ما؟ ما أظن أن تبيد هذه أبدا. انتبه هي لم تؤثر على ما بعدها. ما، ما هنا نافية، ما بس حق نافية، لا إعراب لها أو لا محل إعرابي لها. طيب ظن يا تاسع مرة معك قاعدة هذا الفعل في الصف الثامن. الآن ظن، يظن، أظن، ما هذا الفعل؟ ما هذا الفعل يا تاسع؟ هل تستطيع أن تتذكر نوع هذا الفعل؟ مرة معنا في الصف الثامن. ظن أو ظن، يظن، هو من الأفعال التي تنصب مفعولين تاسع، ستأخذ مفعولين. طيب إعرابها أظن الآن فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة. الممتاز الرائع الذي سيستطيع أن يتذكر القاعدة التي مرت معنا في الصف الثامن ويخبرني أين المفعولين. الآن الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، أظن أنا. طيب أين المفعولين يا تاسع؟ فكر فيها وحاول أن تتوقع وتتذكر أين المفعول به الأول والمفعول به الثاني.
يلا يا تاسع. هل استطاع أحدكم أن يصل إلى الإجابة؟ علي، سيلين، ماريا. ماشي. آه يا علي، أنت بيدا رأيك؟ تبيدا الآن هذا المصدر المؤول يا علي، أكيد أخذت المصدر المؤول مع أستاذ محمد، شو حكى لنا؟ وتاسع أخذتوها معي أثناء الشرح خلال الفصل، نبهت لها، تذكرها يا تاسع. انتبه، المصدر المؤول يا تاسع، بدي أحكيها وركز معي وانتبه. المصدر المؤول أن تبيد يقوم بسد مسد المفعولين، يعني المصدر المؤول يغلق للمفعولين، نقول سد مسد المفعول به الأول والمفعول به الثاني، وهذا مر معنا في الصف الثامن وأعدناه في الفصل الأول في صف تاسع. رح أعيد، ظن فعل ناصب لمفعولين، المفعولين الاسمين غير موجودين في هذه الجملة، فبالتالي المصدر المؤول في هذه الجملة سد مسد المفعولين، تمام يا تاسع؟ طيب ما إعراب هذه؟ ما إعراب هذه؟ آية تاسع، ما إعراب هذه؟ تبيد هذه، فكر فيها، ولا طالب قدر يوصل للإجابة؟ من تبيد؟ هذه اسم إشارة مبني في محل رفع فاعل، فاعل مين؟ أي فعل؟ تبيد، تمام؟ تبيد اللي هو الفعل المضارع المنصوب بأن، الفاعل هذه، فبالتالي هذه اسم إشارة مبني في محل رفع فاعل. أبدا ستمر معك إن شاء الله في الصف العاشر، أبدا هي ظرف زمان. هل من سؤال عن هذا الجزء من الآيات يا تاسع؟ أي سؤال أو استفسار أو مداخلة؟ طب لو سئلت يا تاسع، قال، ما علامة الترقيم المناسبة بعدها؟ علامة الترقيم يا تاسع، نقطتان رأسيتان، قال، حدث، تكلم، دائما يأتي ما بعدها نقطتان رأسيتان. الآن سأستمر أيضا بالآية 36 وركز فيها، يعني سأراجع فيها أيضا قاعدة مهمة. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. طيب ركز معي يا تاسع، وما أظن الساعة قائمة، ما إعراب الساعة وقائمة؟ ما إعرابها يا تاسع؟ وما أظن الساعة قائمة، هلأ شرحتها، اللي كان مركز معي بيقدر يتوصل للإجابة الآن. يلا، الساعة قائمة، يلا فكر يا تاسع، سبقت بالفعل ظن، ترجمة
آه يا سنين، ما إعرابها؟ لم تتوصلي للإجابة؟ علي؟ مصدر مؤول؟ لا، هون ما عندي أن الناصبة يا علي، هون إعرابها مباشرة. الساعة مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، قائمة مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. تمام يا علي؟ واضحة؟ تمام، واضحة للجميع؟ الآن إعرابها أظن فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، أظن أنا. الساعة مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، قائمة مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. في أي سؤال عنها؟ ستتكرر معك ومهمة يا تاسع. تمام؟ طيب، الآن بدي طالب يحدد لي إعراب تاء. فكر فيها. ولئن رددت، الآن فعل ماضي ضم أول وكسر ما قبل الآخر، ما إعراب التاء؟ ما المحل الإعرابي للتاء مع الفعل رددت؟ يلا. مستمر مرتفع. يا نين، تقدري تعرفيها بصوت مرتفع؟ الصوت مو طالع يا نين. طيب علي، كأنك كنت تشارك. يلا علي، علي بس من هلأ ما تحكي لي فاعل. لا لا، مش فاعل. يلا ضمير نسمع. ضمير متصل مبني في محل رفع، نائب الفاعل ولا؟ يا عيني عليك، رائع يا علي، رائع، أبدعت. نائب فاعل، شكرا لك. الآن أنا غششتك، قلت لك فعل ماض ضم أوله وكسر ما قبل الآخر، فبالتالي الأصل رد، رد الله الإنسان، رد الإنسان، فبالتالي تم بناء الفعل المجهول، والتاء هي ضمير متصل مبني في محل رفع نائب فاعل. ممتاز علي. طيب، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. طيب، أنا بدي أساعدك شوي. أجد هو فعل، وأجد الآن فعل مضارع. من يوضح لي هذا الفعل المضارع لماذا بني على الفتحة؟ يلا، من يستطيع أن يحدد لي هذا الفعل المضارع لماذا بني على الفتحة؟ مثل إنه منصوب؟ لا، هذا مش منصوب، هذا مبني آية، هذا مبني على الفتحة. ليه؟ لماذا بني على الفتحة؟ هذا مر معنا بصف ثامن، راجعنا بإسناد الفعل المضارع بصف تاسع. يلا نتذكر مع بعض. هاي الفاعلين أو لا؟ لا يا علي.
لأجدن، أنا متأكدة يا علي، أنا بحكي لأجدن، متأكدة من كلامي. أي نون هي يا علي؟ سنين، أي نون؟ ماريا، هذه نون التوكيد الثقيلة، يبنى معها الفعل المضارع على الفتحة. هذا مر معنا بصف ثامن وتاسع يا تاسع. أجدن أجد فعل مضارع مبني على الفتحة لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. تمام، النون لا محل لها من الإعراب، ليست لا فاعل ولا مفعول به ولا أي شيء، هي فقط نون توكيد اتصلت بالفعل المضارع وأجبرته على أن يبنى على الفتحة. الآن أجد الفاعل ضمير مستتر أنا، وخيرا المفعول به. بدي أعطيك ملاحظة ستمر معك في الصف العاشر والحادي عشر إن شاء الله. الآن خير وشر تأتيان، خير وشر اسمها تفضيل. تمام، يعني كأني أنا أقوم بعمل تفضيل أحد شيء على آخر فأقول خير أو شر. الآن بناء على هي الملاحظة، طالب مركز معي سيستطيع أن يعرب لي منقلبة. يلا تاسع، أشوف طالب مركز معي يستطيع أن يصل إلى إعراب منقلبة. أنا غششتك جزء من الإجابة لما حكيت لك خير، أعربتها أنا بموقعها الإعرابي مفعول به، لكن هي اسم تفضيل. ما رأيك بإعراب منقلبة؟ هل استطعت أن تتذكر ما شرحته أمس؟ وبداية الحصة الآن اليوم راجعت فيه بداية الحصة تاسع. منقلبة تمييز، لأنه خيرا هي اسم تفضيل، فبالتالي منقلبا هي تمييز. تمام التاسع لليوم، هذا ما سأشرح اليوم فقط، الآيتين حالات إعرابية في أو قضايا إعرابية في الآيات 35 و36، وغدا أستكمل آخر جزء اللي هو الآيات 37 و38. تاسع في أي سؤال؟ مين عنده أي سؤال؟ طيب انتهت الحصة لليوم يا تاسع، شكرا لكم.